علمنا القصب القصب الكف على أن نسير 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 على نهجي دربنا الأصيل. حلم وإرادة جيل وضرورة مجتمعية تتحقق اليوم بالمحمدية بمسرح حسين الزايدي. اختزل مشروعه في شعار استقلالية القرار الحزبي. ولكن تذكرت اللحظة المفصلية اللي وصلتنا اليوم لبناء البديل الديمقراطي. هذه اللحظة طرق لها الأخ خليل، هي اللحظة لما طرح السي أحمد الزايدي مسألة استقلالية القرار الحزبي. بعد نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عندنا شعور ديال الارتياح لميلاد المولود الجديد الحزبي اللي نريده، ماشي إطار حزبي عادي ولكن نريده إطار متميز من ناحية فلسفته السياسية وممارسته التنظيمية المتميزة، ونريده قيمة مضافة للحقل السياسي خصوصا بآليته اللي غتتيح للشباب والنساء بخصوص المشاركة الفعالة في القرارات السياسية والحزبية. لا، هو كما شرش في الكلمة لما اعتبرنا أن خصنا نديروا معركة ديال استقلالية القرار الحزبي، اعتبرنا أن حان الوقت لتأسيس إطار جديد. اليوم المشروع اللي كنبنيه ماشي مشروع ديال الاتحاديين غاضبين، هو مشروع لأبناء الفكرة الاتحادية ولكن أبناء الوطن جديد اللي ما مارسينش في الحياة السياسية. هتلاحظوا الحضور الشبابي المكتف اليوم ليدل على شيء، أن هذا انفتاح حقيقي على كفاءات اللي كانت المجتمع، الناس اللي متبعة بفكر اشتراكي ديمقراطي تقدمي ولكن ما كانتش مواجدة الإطار اللي يناسبها. نعم، هذا اليوم هو بالنسبة لي يوم مميز. هذا اليوم كيدل على النضالات اللي كان كيناضل فيها السي أحمد على هذا باش يخرج هذا الحزب للوجود. الحمد لله الحلم تحقق بطبيعة الحال. الفضل كيرجع ماشي ليه، كان مناضل بوحده، كان معاه واحد مجموعة ديال المناضلين وحاولوا، واخا هو مات كان كما كنقولوا أب الأسرة، إلى مات بقاو الأولاد هازين المشعل، والحمد لله خلى واحد الأصدقاء ديالو والناس اللي كانوا مناضلين معاه كانوا في المستوى، والحمد لله الحزب هو خرج للوجود. كنتمنى أنه يلقى إن شاء الله نجاح، وعندي اليقين أنه غادي يلقى نجاح. علاش؟ لأنه هذا الحزب والناس اللي فيه هما ناس شرفاء، ناس اللي بعدوا من كل ما هو مادي وما هو مصلحجي، والناس اللي إن شاء الله عندهم مبادئ أخلاقية، وإن شاء الله غنوصلوا. مشروع البيان السياسي العام الذي سيوضح أو سيبرز الخط السياسي الذي يعتزم أعضاء وعضوات البديل الديمقراطي السير عليه. توريا مجدولة، الحمد لله فاتت داز الجلسة الافتتاحية في أجواء صحية جيدة، يعني أحسسنا أن الانتظارات المطلوبة تحققت مبدئياً. إن الجلسة الافتتاحية مرت بسلام، وهذا شيء، هذا مؤشر إيجابي على تتمة أشغال المؤتمر. إن شاء الله نحن لن، يعني لا يمكن أن ندعي شيئاً. نحن تموقعنا داخل اليسار المغربي. نحن إذن بفضل مع الفصائل الأخرى، لسنا وحدنا، مع الفصائل اليسارية الأخرى يمكن أن نحقق، إذا تحققت الإرادة الجماعية، أن يكون لليسار قوة في مشهد السياسي المغربي. خالد بن جلون، منسق جهة الدار البيضاء ستات،
فيما يخص المؤتمر التأسيسي لحزب البديل الديمقراطي تم التهيئ له في أجواء توافقية وديمقراطية مع جميع مناضلات ومناضلي البديل الديمقراطي. الآن نحن في الاحتفال بالتأسيس الحزب، وكذلك أننا رحنا في هذه اللحظة الآن رحنا في الجلسة الافتتاحية. مباشرة من بعد الجلسة الافتتاحية غادي يكونوا أشغال ديال المؤتمر اللي غادي يتقدموا فيه الأوراق العامة وكذلك المصادقة عليهم من طرف جميع المؤتمرات والمؤتمرين، وكذلك للخروج بهالهياكل لتسيير الحزب البديل الديمقراطي. ونتمنى أننا نكون فاعلين في المجتمع المغربي إن شاء الله. كاين مساندة ديال جميع الفصائل الحزبية ونحن نفتخر بهذا، ولنا في التصور أننا ننفتح على الجميع ونستقبل الجميع. كريم محلة، مؤتمر بمؤتمر تأسيسي الحزب البديل الديمقراطي من إقليم البرنوص. بالنسبة غير للجو العام، صراحة احنا كنا كندير تقريبا واحد ما يزيد على 4 سنوات وحنا كنهيئوا لهاد الحدث اللي أساسي فيه زعما نعبر على الإحساس ديالي الشخصي كواحد مناضل بسيط. درنا مجهود واخا صغير على مستوى باش نوصلوا لهاد المحطة هادي. الارتياح اللي ما كاينش نقدر نقول لك أن بحال واحد الحلم متحقق، لأن كان صعيب عندنا أننا في خضم المعطيات اللي كاين على المستوى الوطني والهيمنة ديال 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 مجموعة الأحزاب باش تشكل حزب في هذا الوضع الراهن، كان سي تريدي في شي صعيب. وعارفين حنا واحد المجموعة ديال الإخوان ديالنا حنايا كانوا خرجوا من الاتحاد الشراكي، باش تخرج من حزب كاتحاد شراكي القوى الشعبية يكون مدرك من الاتحاد الشراكي وتأسس حزب بهاد الحمولة ديالو ديال 1500 مؤتمر يمثلون مجموع 12 جهة على مستوى الدار البيضاء. كاين 12 إقليم تمثلت بحمولة ديال 222 مؤتمر. البديل الديمقراطي كنا كنحلموا صراحة الآن تحقق، بدا كيتحقق الحلم، واخا أن الحلم ما تحققش 100% لأن باقي تابعنا خدمة، باقي تابعنا الهيكلة ديال المجموعة ديال المحليات. والبديل الفلسفة ديال البديل كتعتمد بالدرجة الأولى على القواعد، لأن حنا غادي إن شاء الله في نظام فيدرالي. على مستوى المؤتمر كاين دابا عندنا جلسة افتتاحية، في العشية عندنا جلسة عامة مصادقة على الأوراق والقانون الأساسي ومصادقة على المنتدى الوطني اللي غيكون هو برلمان ديال الحزب، والمصادقة أيضا على واحد اللجنة تنفيذية. هذه اللجنة التنفيذية كتشكل من المنسقين الجهويين وكتشكل من البرلماني اللي عندنا دابا صفة البرلماني، وخمسة ديال الإخوان غياخذوهم من المنتدى الوطني. الدور ديالها هي تفعيل هذا المقترح ديال النظام الفيدرالي على مستوى الجهات ديال الدار البيضاء، عاش من بعدها كاين التنسيق الوطني اللي غتفرز لنا منسق وطني بطبيعه الحال. الحزب البديل الديمقراطي كيامن كما قال الاخ علي اليازغي اسم التنسيقيه الوطنيه، ان احنا ما بقيناش كنخدموا بشكل عمودي اكثر ما احنا كنشتغلوا بشكل افقي، يعني القواعد هي اللي عندها الصلاحيه لاتخاذ القرار. والتسميه لاحظتوا كاين تسميه جديده ديال كلشي معتمد على لي كورديناتور منسق جهوي منسق اقليمي منسق محلي ومنسق وطني. يعني الخدمه اللي غتكون دابا على عاتق المناضل والمناضلات ديال البديل الديمقراطي.